محمد العلكمي، المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم. نحن هنا في دورة تصنيف كتب الأطفال لمدة يومين، ندرس فيها المعايير والمؤشرات والمحكات التي تصنف كتب الأطفال إلى فئات عمرية مناسبة، وحتى يتلقى الطفل ما يلبي احتياجاته القرائية وينمي مهاراته في نفس الوقت. أتوقع إن شاء الله لهذا المشروع الذي تبنى مؤسسة الفكر مشكورة أن يكون ناجحا وفاعلا إذا ما تبنته وزارات التربية والتعليم في دول العالم.